ودي أعرف يا عاصم الحين والشعور الأهلاوي كيف وضعيته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، أنت ما استغليت النقص اللي عند فريق الخصم، بليهي كوليبالي، وأنت مش قادر تصنع هجمة، حتى الهدف اللي جاء ما أدري كيف جاء يا أخي، يخرب بيت الفريق، رفع لنا الضغط، السكر، الكوليسترول يا أخي، إلى متى إلى متى؟ يعني ما بيوع الهلال ماكسيمان لو شهر طالع، ليش ما جبت لاعب بديل له؟ قسم بالله احترقنا للاهلي للاهلي، ونبكي بعد المباراه، نبكي بعد الخساره، شفت المشجعين اللي يبكون بعد الخساره؟ فعلا الاهلي، طبعا المدرب نقول ما قصر، بس المدرب بعد له دور يضغط على الاداره، يا اخي جيب لاعبين يا اخي، مش معقول انت بتدخل الموسم كذا، الهلال انت ما فزت عليه بهذا الوضع. حول ولا قوة إلا بالله، خلني ساكت. ودي أعرف والشعور الهلالي. شعور الهلالي، أنت يا أخي أنا عندي غيابات وعندي مالكم كريم، ما نست علي يعني، فعلا أنت ما ودي أني غلط عليك، أنت خصم أحترمك يعني، بس أنا أقول هالمحلية هذه سكرنا عليها، والآسيوية شوفوا لنا أنا تطلع لنا دوري أبطال أوروبا ولا شيء يعني، حتى يوم جت البلنتيات أنا واثق كذا بونو معي و... أنت الموضوع، بس عندنا هذا الله لا يوفق يا أخي، التفاحة الفاسدة. من هو؟ هذا لودي هذا التفاحة الفاسدة يا شيخ، قاعد هنا بتبودر هنا، مشكلة مصيبة يا رجل مصيبة. بعيدا عن مهاترات الجمهور، يا سلام، اللايك الاشتراك، اكتب اي شيء بالتعليق وشير لكل المهتمين. خلينا نبدا في تحليل مباراة الهلال والاهلي، بسم الله ويلا نبدا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم جميعا، واسعد الله اوقاتك يا عبد الرحمن. حيا الله يا سلام يا عبد الرحمن، رجعنا الفقرة التشويقية بمطالبة بعض الناس، وإن شاء الله أنا ما تكون فيها حساسية ولا تمثل لا تعصب، وحنا نشرح وضع الجمهور واللي نشوفه إن شاء الله. أنها أنا ما ودي والله، لكن عبد الرحمن يضغط ونقول له أبشر من العين قبل العين. حبيبي يا عاصم، لنا نلبي طلباتك يا حبيبي. طيب يا عاصم، عدنا لتحليل المباريات، وهذا القالب اللي يعني هو هدف القناة، التحليل بالذات، تحليل المباريات، وهذا اللي يعني خلينا نقول متخصصين فيه. طيب يا عاصم، قبل نبدا الرابط الاول، احسان جزاكم الله خير، تبرعوا ريال ريالين 3 ريال، اكسب اجر بعيدا عن كره القدم، الله يرضى عليكم، ادخل الرابط الاول وتبرع، الله يجزاك مبروك للهلال، هارد لك للاهلي، مباراه لا تعكس طابع البدايه، يعني البدايات دائما كذا ما تطلع بالشكل الفني، الاهم انك تخطف اي شيء حتى لو انك كنت سيء، الأهم أنك ترضي جمهورك، فعلا كان الأهلي وده يرضي جمهور والهلال وده يرضي جمهوره في البداية. ليش عاصم المباراة؟ ليش المباراة ظهرت بهالشكل؟ هل لأنها أول مباراة في الموسم؟ في أول مباراة موسم أنا قلتها، مباراة السوبر مباراة مملة. بس هلال وأهلي؟ حتى ولو، مباراة السوبر دائما مملة. ممكن ليش لو تلاحظ لماذا مباريات السوبر سابقا تنقل خارج المملكة؟ ليش؟ ليش؟ فيها عشان الإثارة. لأن مباريات السوبر دائما خلينا نقول تحمية، يعني لو تلاحظ الدرع الخيرية لعب فيها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد كانت مباراة مملة، هي مباريات خلينا نقول البدايات، وأحيانا هي مرات حتى أنا أتكلم عن خارج المملكة، مرات المباريات هذه اللي السوبار أو الدرع ما أدري على باختلاف مسميات، مرات ما تصنف على أنها رسمية، لأن خلينا نقول هي فاكهة الموسم. فحلو إن رجع السوبر في البداية، يعني كان الموسم الماضي في المنتصف، يعني الأداء والرتم اللي شفناه اليوم شيء طبيعي، شيء طبيعي أكيد، شيء طبيعي، مع أنه والله في الشوط الثاني شفنا بعض الجول والرتم القوي. طيب خلنا ندخل في التحليل وصلب المباراة. بسم الله. بسم الله نبدأ الشوط الأول. الشوط الأول يا سلام، أول شيء يا عاصم خلنا نكبر الدائرة فوق شوي، يا سلام تمام. جميل. التشكيلة الهلالي لما طلعت التشكيلة، أوه سعود عبد الحميد كيف دكه؟ صح هذا يا اخي، سعود عبد الحميد اكثر لاعب انت فائل فيه يعني بعد مالكم، سعود عبد الحميد ويكون دكه، هل هذه من ضمن سياسات نادي الهلال انه اهم شيء عندي الانضباط؟ انه سمعنا حنا انه فيه انه جيسوس ما اشرك في بعض المباريات الوديه، ام انه اللاعب والله بيدخل في راحه وانه تحضير للشوط الثاني؟ انا ما ادري، لكن فيها تحتمل عده احتمالات، انا ما ادري عن انضباطيه اللاعب، ما انا بشوف المشهد، بس اذا كان في هدف فيها حمايه اللاعب
لأنك أنت تشرك اللاعب وهو مشتت ذهنيا، أنت ممكن تخسر اللاعب، لكن الهلال فعلا محتاجه أشركه في الوقت المناسب، ولو أنه سعود عبد الحميد ما قدم نفسه كسعود عبد الحميد اللي نعرفه ولا نعرف البدايات، لكن على الأقل كان مو على النزعة الهجومية أفضل من حمد اليامي. لكن على مستوى التشكيل نادي الهلال، لما نأخذ ناصر الدوسري يعني شفناه في الوديات، يعني ما في شيء مفاجئ، لودي واضح أن المدرب لازم يشركه. حنا قبل المباراة تكلمنا يا عاصم أنه أنت يعني مع مشاركة اللاعب عبد الله الحمدان، خصوصا في ظل غياب اللاعب مالكم. اليوم شفنا ناصر الدوسري يشارك، وش كانت فكرة جيسوس؟ أنا لما أضع عبد الله الحمدان اللي أضع سافيتش في مكانه، أنا ما يهمني من اللي يلعب خلف المهاجم قد يهمني إنه تركيبة تكون نفس سافيتش. يعني حتى الدكتور سلطان الأحياني يمشي عليه بالخير تكلم في الاستوديو التحليلي عن هذا الشيء، وفعلا صحيح انه سافيتش لما يرجع في منتصف الموسم، في منتصف الملعب تكون في محطات في البناء، في تدرج للهلال افضل. لكن علاجها جيسوس في الشوط الاول حتى انا بنتكلم عنها، لما تاخذ على الشق الثاني الاهلي، تفضل النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي احنا تكلمنا او توقعنا ما قبل المباراه انه فهد الرشيدي هو اللي بيكون راس حربه، ففاجأنا بمشاركه اللاعب دارسي. هو الهدف انه اختراق عمق الهلال على مستوى السرعات، لكن مشكله اللاعب دارسي مش قوي في الهوائيات كمحطه، هو ممتاز في السرعات لكن مش قوي في الهوائيات. لكن لما تاخذ تركيبه الاهلي كانت تركيبه متوقعه انه يبدا بظهيرين جنب فعلا، لكن بسامح ريجي كلاعب ظهير ايسر ولاعب القدم اليمنى، ايبانيز وديميرال، وكالعاده الثنائيه فيها مشاكل لكن فيها ايجابيات وفيها سلبيات. زيادة جهانيمة كمحور وهو الأقرب تبديلا لمحمد المجحد، تشكيلة يعني أنا قلتها مليون مرة، فيرمين هما ما ينفع إلا وراء المهاجم، ما ينفع إلا وراء المهاجم، والمدرب في كل أرجاء المباراة لم يشرك اللاعب كمهاجم. فيرمين هو يعطيك 0% كمهاجم، على الأقل خلف المهاجم يعطيني 50%، هو فعلا لاعب سلبي على كل الأصعدة. خلينا ندخل الآن في صلب المباراة، وش كانت الشكل في الشوط الأول؟ لما نأخذ تركيبة الفريقين، كلا الفريقين بدأوا برتم بطيء جدا للمباراة، عطفا على المباراة في بداية الموسم. بس لأنه نأخذ فكرة الأهلي كيف يصل لمرمى الهلال وكيف يصل الهلال لمرمى الأهلي، هي كانت الفكرة في أبسط الحلول، ما نبغى نتدرج كثير، نبغى بثلاث كور نوصل لمرمى الخصم. لما نأخذ الأهلي، الأهلي كان على مستوى الانتشار في الطرف الأيسر ممتاز، لما نأخذ سميحان النابل واللاعب الحريجي كانوا ممتازين على مستوى الطرف، لكن رياض محرز لم يكن بالانتشار بشكل جيد، حتى مستوى طلبه للكرة كان يعني حتى مرات مجرشي يصعد بالكرة أمامه مسار تمرير لرياض محرز، هل رياض محرز ما يطلب الكرة؟ يعني كان ألف علامة استفهام أنا من خلال شوفتي للمباراة، ألف علامة استفهام على رياض محرز في الشوط الأول على مستوى الانتشار، طلب الكرة، السقوط بين الخطوط. لكن لما ناخذ الأهلي، الأهلي يصعد بهذا الشكل إنه دائما يحاول على الطرف الأيسر، كانت الجهة اليمنى منعدمة تماما، منعدمة تماما. الأهلي وش فكرته أكبر كمية ضغط على حمد اليامي على الجهة اليمنى للنادي الهلال. يعني كانت نقطة ضعف؟ هي مش نقطة ضعف قد إنها ما في لا يوجد توليفة هلالية. ميشيل مش متعود يكون خلفه حمد اليامي. حمد اليامي من اللي جنبه حسان تنبكتي، حتى لو تلاحظ تركيبة الهلال إنه الهلال يضع حسان على مستوى المدافع الأيمن، خليفة الدوسري على مستوى الأيسر، خلينا نقول لإيجاد أفضل ديناميكية ممتازة لرفع خط الدفاع عشان المستوى على مستوى السرعات وعلى مستوى خط للخلف. لو نلاحظ إنه سميحان النابت كثير كان، وأنا أشوفه هو نجم الأهلي، صح إنه كان يعني سلبي شوي على المرمى لكن انه ممتاز على مستوى التحرك، طلب الكرة، تنفيذ تعليمات المدرب. لكن هذه مشكلة اللاعب خلينا نقول المحلي اللي في الأندية، الأهلي، النصر، يعطيني شوط لكن ما يعطيني شوط ثاني، وإن أعطاني مباراة ما يعطيني مباراة ثانية. لكن لو نلاحظ انه هذه فكرة الأهلي اذا تدرج بشكل ممتاز في هذه الناحية اليسرى يشكل خطورة على مرمى الهلال. لكن لو نلاحظ ان الأهلي كان سيء في الكرة الطويلة، هو فكرة الكرة الطويلة على طول، لكن كان الأهلي سيء في تنفيذ الكرة الطويلة. هو يا عاصم الآن لما تجي لأي شخص مثلا متابع للمباراة، يا سلام، بتقول يا أخي وش كيف أصيد نادي الهلال؟
بتقول والله يا أخي سعود عبد الحميد ما هو موجود وعنده نقطة ضعف لودي يطلع قدام كثير سوء التغطية. ليش الأهلي ما نجح في الكرات الطويلة؟ خلينا نلاحظ أن الهلال رافع خطوطه إلى منتصف الملعب بخط دفاع مكون محمد اليامي تنبكتي وخليفة ولودي. لما ناخذ من اللي يقف على قلوب الدفاع فيرمينو ودارسي، النابت هو اللي كان الحلقة الممتازة في اصطياد المساحة خلف حمد اليامي، لأنه دارسي كثير يميل على هذه المساحة، لأنه هو أصلاً كديناميكية حركية للاعب هو متعود أنه يتحرك في هذه الجهة كون أنه لاعب جناح. فعشان كده احنا نقول حتى الكرة الهوائية ما يكسبها الأهلي، في كل مرة الهلال يكسب الكرة الهوائية قلوب الدفاع. وهو وخلنا نقول أنه مدافعين الهلال الاثنين أول مباراة يلعبونها سوا، وبرافو يعني على تقديمهم هذه المباراة الممتازة. وخلنا نقول طبعا ساعدهم انه ثنائية هجوم النادي الأهلي ساعدتهم، يعني هم نجوم لكن ساعدتهم ايضا ظروف المباراة. لما لاحظ ايضا الهلال على مستوى الضغط وشل حركية النادي الأهلي في البناء، انه الأهلي إيبانيز ديميرال صح، ميتروفيتش على طول على ديميرال وسافيتش على إيبانيز، اصلا حتى لو انك ما تشل حركيتهم في الضغط هم مش جيدين في البناء. لكن الفكره كانت كامله انه الهلال يضغط بفريقين، فريق واقف على خلينا نقول في منتصف الملعب لا يشارك في عمليه الضغط، ينتظر الكره الطويله، واجنحه ايضا تراقب الوضع، تراقب عمليه الضغط بس بلا اي مهام، لا تضغط على الاظهره، لانه الهلال يعني انه فكرة الضغط كمجموعة كاملة فكرة انتحارية ضد الاهلي شوي، لانه اطراف الاهلي على الاقل خلنا نقول اسمح لنا النابت ممتاز على مستوى السرعات، على مستوى ففكرة تصعيد الاظهرة وفكرة عدم التواصل الجيد مع اجنحة الهلال. فالهلال كان لما تلاحظ انه ناصر الدوسري ونفس كانت هي افضل مهام للهلال او افضل لاعبين للهلال او خلنا نقول افضل اربع لاعبين للهلال بدون كرة هم اللاعبين اللي هم قلوب الدفاع ومحاور اللعب. لما نلاحظ نيفيز دائما على خلينا نقول على كيسي وزيادة جهني، ناصر الدوسري على زيادة جهني، شليت حركية محاور الملعب الباقي حر، لكن الأهلي لا يستطيع ضرب الكرة الطويلة، لا يوجد اللاعب المنفذ، نعطي الكرة لبسام حريجي بس بسام حريجي عكس القدم فيحاول انه يطوى على عمق الملعب بعدين يلعب الكرة الطويلة. لكن تلاحظ انه هذه جملة الأهلي، الكرة الطويلة على طول في هذه الجهة في هذه الجهة في هذه الجهة. الهلال فكرته الكرة الطويلة من ياسين بونو، إذا كان الهلال يلعب في ملعبه بيتدرج بالكرة الكرة الطويلة من ياسين بونو، يلتقطها الأبراج الصربية على قولة المحلل المصري، أو فكرة إنه في الشوط الأول في منتصف الشوط الأول في أدوار جديدة لسافيتش، فكأنه في دور الهلال يعاني في البناء في التدرج. لكن كان في جملة جيدة، هل هذا دور للمدرب أم اللاعب استشعر المسؤولية؟ لو لاحظ الهلال لما يلعب ثنائية سافيتش ونفس في وسط الملعب يكون الهلال سلس في البناء إذا كان لم يعزل اللاعب نفيس، ولو أنه كان في فكرة من المدرب ياس لأنه ينضع دارسي وفيرمينو عشان نعزل في نفيس في البناء، لكن غير جيدين على مستوى التقيد التكتيكي. لكن الهلال لا يستطيع التدرج بسبب العناصر الموجودة في نادي الهلال، لو قلنا أنه حسان التركيبة الدفاعية ما تقدر تتدرج في الكرة، لكن في فكرة كانت واحدة نودي الكرة لحسان، وهذه فكرة وضع حسان كلاعب قلب دفاع أيمن، لأنه دائما لما يلعب مع كوليبالي يكون هو قلب الدفاع الأيسر، أنه حسان بعدها كرة قطرية طويلة أرضية من اللي يسقط يستلمها سافيتش، وسافيتش هنا واضح انه في امر للاعب، لانه احنا ما قادرين نطلع بالكره من الخلف، وضغط الاهلي مش كان حاد بس ودنا نتدرج حتى ما في محطات بناء، ففي نزول لسافيتش من مناطق منخفضه نستند عليه للعب الكره خلف ظهير النادي الاهلي بسام حريجي وميشيل والسرعات. هذه كانت فكره الهلال، يا كره طويله او فكره علشان كذا مهما رحت ومهما جيت سافيتش ما ينفع خلف المهاجم، شوف انجبر انه يرجع ويكمل. ايوه لا هي فكره، هذه الفكره نعم، وفكره ايضا انه التركيبه نفس سافيتش فيها سلاسه فيها مرونه على مستوى التدرج على مستوى اصطياد مربعات الملعب،
لكن سافيتش لما ينزل كان لأنه عندنا مشكلة في التدرج، وأيضا مشكلة قلوب الدفاع أنه ما يقدر يحمل الكرة ويصعدها، فكانت هذه فكرة الهلال والأهلي في الشوط. طيب آخر سؤال في الشوط الأول ويهم الكثير من المتابعين، لما تتكلم عن جناح بقيمة اللاعب ميشيل اللي يستلم كرة ويربش الخصم ما تدري بيطلع يسار ولا يمين، يعرض ولا يسدد، اللاعب العشوائي، شوف على الجهة الأخرى سالم الدوسري اللاعب المهاري اللي تخطى ثلاثة بكل سهولة. الشوط الأول ما شفناهم ليش؟ يعني لما نقول إنه الهلال، أنا قلت في المباراة الحلقة السابقة، لما يكون سعود مش موجود وفكرة لودي يلعب، الهلال راح يكون سيء، وصارت في الشوط الأول الهلال سيء، وتعطل الأظهرة حيعطل الأجنحة. كانت الأجنحة هي المطالبة في فتح أرض الملعب في الهلال، كانت المطالبة في عملية حل الانتشار. لو تلاحظ في الانتشار الهلالي، إن قلت لك إنه أظهرة نادي الهلال واقفة على خط كامل ما فاتح عرض الملعب، ما قاعدة تصعد مع الجناح، فالجناح ما أخذ رقعة كبيرة. الهلال كان جيد في الانتشار، إنه فريقين، الفريق الثاني اللي في الشق الهجومي انتشاره جيد، ضغط خلنا نقول نفز وناصر الدوسري على محاور النادي الأهلي فقط، هذه فكرة الضغط. اللاعبين الآخرين لا يقومون بأي عملية ضغط، لكن عملية ترقب للكرة الطويلة الأهلوية، هذا اللي حصل بالشوط الأول. طيب الشوط الثاني، قبل الشوط الثاني كيف فاز فريق الهلال؟ دافع بالاشتراك وهاجم باللايك وتحول بالشير، سلام. عشان كذا تحولوا بالشير. يعني عطنا التبديلات. انا بس قبل نبدا بالشوط الثاني يا جماعه الخير، جروب واتساب، جروب سناب، ها يمين يسار، بس شيلوا لهم القناه، بس سووا لهم مشاركه. ترى هذا التحليل ما تحصله باي مكان، يعني انا اعلمك تحليل خلينا نقول سوبر. وايضا الان ان شاء الله عاصم راح نتكلم عن اسرار الاهداف، لان الاهداف فيها اسرار حدثت. طيب تفاصيل صغيره يعني اثرت في المباراه. طيب الان نبي نتكلم عن الشوط الثاني، خلينا نتكلم عن تحركات المدربين في الدقيقه 62. وش سوى جيسوس؟ طلع اللاعب ناصر الدوسري ودخل الحمدان، وطلع اللاعب حمد اليامي ودخل سعود عبد الحميد. وش سوى ياسله في نفس الدقيقة؟ طلع اللاعب سميحان النابت ودخل فهد الرشيدي، وطلع دارسي ودخل فيقة. يا سلام. هل هذه التغييرات أثرت؟ لأنه تتكلم أنه أغلب التغييرات هذه لاعب بلاعب ما يلعب في مركزه، فكأنه تغيير تكتيكي. هو ما أثر، خلنا نقول التبديلات الهلالية لم تؤثر على مستوى الفردي، لكن أثرت على الشكل الجماعي للهلال. خلنا نتكلم على سبيل المثال تبديل الحمدان دخوله. تبديل الحمدان استفدنا جماعيا انه رجعت التوليفه، نفس سافيتش افضل. فهمت؟ التبديلات الهلاليه تبديلات جماعيه، لكن التبديلات الاهلاويه تبديلات ممكن لم تؤثر على الشكل الجماعي، لكن انها نستفيد منها على المستوى الفردي. لكن خذ الهدف الاهلاوي متى جاء؟ بعد التبديلات الاهلاويه، صح؟ الهدف الاهلاوي بعد التبديلات. دقيقه كم؟ تقريبا والله ما تحضرني عاصم، بس على 58. طيب تقريبا لما ناخذ الان الشكل الاهلاوي، او معليش 68. طيب لما ناخذ الان الشكل الاهلاوي في الهدف، انا وش قلت لك في الشوط الاول؟ الاهلي كان جيد في الانتشار على مستوى الجهه اليسرى، صح؟ على جهه سميحان النابت بسام الحريجي. الاهلي سيء جدا على مستوى الانتشار، طلب الكره، الوقوف في الجهه اليمنى. لما نلاحظ في لقطه واحده كان واقف محرز بشكل ممتاز، كان حاد في أخذ رقعة كبيرة من الملعب والوقوف. مندي ممرر غير جيد في القدم، لكن أنه خلنا نقول اللقمة ممتازة لرمي كرة طويلة، يعني أنت قاعد تضرب النقطة القوية الضعيفة في نادي الهلال، إلا هو اللاعب لودي الكرة الطويلة سيء فيها. أنت تضرب النقطة القوية لنادي الأهلي وهو النجم الكبير محرز، وتضرب النقطة الضعيفة في نادي الهلال. يا سلام، كم تكررت اللقطة يوم تحسن محرز بالوقوف، تكررت كثير. حتى اللي يأكد كلامك أنه تحسن بالوقوف تكة على التسلل، تكة، مع ذلك كسر مصيدة التسلل. ولو تلاحظ الأهلي، يعني الأهلي مشكلته أنه سيء حظ، أنه مندي غير ممرر جيد. يعني كانت اللقمة سائغة ممتازة أنه نضرب دفاعات الهلال، خاصة على أظهرتهم، خاصة على لودي، لكن مشكلة مندي ممرر غير جيد، قلوب الدفاع ممررين غير جيدين، وأيضا حتى الجهة هذه بالذات لا تلعب بالقدم اليسرى. كيف أنا أباخذ لما تخيل أنه الظهير الأيسر يلعب بالقدم اليسرى، فهو قادر يعطي كرة، ولكن المشكلة أنه الأهلي لازم يتدرج في العرض.
خلينا نقول الشوط الاول، لكن شوف مندي قام بكوره وتكررت كثير انه ساعده طبعا، ومحرز وقف بشكل جيد الشوط الثاني، قدم مباراه عظيمه او مباراه ممتازه، وقف بشكل ممتاز يطلب الكوره تحرك فعلا، لما يتحرك محرز يتحرك الاهلي كامل. وكالعاده انت خلاص قاعد تضرب الوتر الضعيف في نادي الهلال اللي هو الودي، فجاء الهدف. لكن لاحظ سعود عبد الحميد في الارتداد كان يجري خلفه فيرمينو صح؟ إيه. واللي سجل الهدف فيرمينو، وفيرمينو كان يطلع من اقصى الطرف، يعني فكره تبديل فيجا وفيرمينو كانت فكره انه لا مركزيه بينهم على مستوى الجناح وعلى مستوى خلف المهاجم. فيرمينو جاي قاص من اقصى طرف الملعب، لما نقول ان سعود عبد الحميد اضافته هجوميه فقط لكنها على مستوى الدفاعي فيه تشتت، سعود عبد الحميد لما يرجع للارتداد ياخذ مسحيه ركز، وهذا كلام ما قال. والمفروض ايش يسوي؟ طب المفروض اني اخذ مسحيه. اي هو ما اخذ مسحيه لانه اللاعب مشتت وقاعد يركض الى المرمى الهلالي، يعني كانت الكره طويله واللاعب سعود عبد الحميد يركض، لا عدل الهدف شوف اللقطه، لاعب سعود عبد الحميد. انا ودي انا في ناس تقول اعرض الاهداف، اعرض مشكله حقوق الحقوق صعبه. سعود عبد الحميد يركض وفيرمينو قاعد يركض نفسه، انت اسرع اصلا من فيرمينو وانت ممتاز في كسب الكره العكسيه، الكره اللي تيجي عكس اتجاهك، وسنك اصغر من فيرمينيو وبنيتك الجسمانيه افضل. إيه لكن ليش فيرمينو سبق اللاعب؟ واصلا الكره مهيئه انك تقرا مسارها لانها جايه من طرف الملعب، لكن اللاعب اصلا ما اخذ مسحيه انه خلفه فيرمينو قاعد يجري، هو مش مستوعب اصلا، مغيب يعني ذهنيا، اللاعب مش حاضر ذهنيا، عشان كذا هل المدرب حمل لاعب؟ فالهدف انا ما اقول يتحمل سعود، بس انه سعود لو انه في وضعيته الممتازه ممكن يقلل احتماليه الهدف، فهمت؟ هذا بالنسبه للهدف، ان قلنا انتشار الاهلي كان جيد. طيب سؤال اخر عن الهدف، مين اللي يتحمل من لعيبه الهلال هذا الهدف؟ لودي اكيد، لودي في المقام الاول، لودي خط الدفاع الهلالي كقلوب كان ممتاز، انه في قراءه المشهد انه احنا نميل على حركيه اللاعب على الطرف، لكن سعود عبد الحميد ايضا يتحمل ونقول جزء بسيط، وايضا يتحمل الهدف، خلينا نقول انه يعني عدم تقدير المشهد انه الهلال رفع الخط، بس انه ما توقع انه كره طويله تيجي من مندي، لكن لما ناخذ الهلال، طيب الهلال في الشوط الثاني اصلا اعتمد على العرضيات بشكل كبير، وتلاحظ اول ربع ساعه او ثلث ساعه عرضيات كثيره، ليش؟ لان الهلال غير قادر على خلق جمل على مستوى اطراف الملعب وايضا على منتصف الملعب، لكن الهلال تحسن نوعا ما بدخول ياسر الشهراني. ياسر دخل في الدقيقه 72 والهلال سجل بالدقيقه 90. يا اخي لاحظ بعد دخول ياسر الشهراني كم، اول ما دخل اللاعب لعب اوت، لعب جمله مفيده مع سالم الدوسري. لودي على مستوى طوال المباراه لم يلعب جمله مفيده مع سالم الدوسري، هنا توضح لك ان اللاعب لودي اصلا على مستوى الشخصيه ما عنده جراءه. اوكي انت عندك رياض محرز، انا طبعا هذه تعليمات من المدرب، انه رياض محرز ما يرجع مع المجموعه مع النادي الاهلي، فهو لاعب حر، انا لازم اني ما اصعد عشان ما اخلي رياض محرز خلفي. انا كاني شفت في الشوط الاول انه لودي يطلع ويغطي مكان ناصر الدوسري في بعض اللقطات، لكن لما يطلع مش جريء، ما يعمل جمله مفيده مع سالم الدوسري. احنا نعرف انه لما يكونك اطرافك ناريه معناه انه في توليفه بين الجناح والظهير، في عارفين بعض متى انا ادخل للداخل ومتى انت تطلع للخارج، والعكس صحيح، متى ناخذ ونستلم، متى انا اطلع على الظهير ومتى انت تطلع، في تناغم. لكن لودي واضح مو المشكله في سالم، المشكله في لودي ما عنده الجراءه، ما يعرف التوقيت المناسب. طيب في نفس دقيقه التبديل ياسر الشهراني 75 دخل اللاعب هندي، الاهلي اصلا تحول الى ثلاثي قلوب دفاع لتفادي الكرات العرضيه، لانه الهلال يدري انه ما راح يسجل الا بكره راسيه في ظل السوء الهلالي. طيب الهلال كثف العرضيات دخول هندي، وش سالفة نادي الهلال مع الدقيقة 90؟ هل هي شخصية ولا حظ ولا في شيء تكتيكي؟ وش السالفة يعني؟ بس يعني أنت لما تشوف اللاعب، خلنا نقول متروفيتش أو مالكوم أو أي لاعب من نادي الهلال، جيسوس الدقيقة 90، ما مش العلاقة بجيسوس، يعني أنا كنت أسولف مع أهلاوي صراحة، قال لي شوف أنا لو أفوز على الهلال 4-0 تمام، وانت الشوط الاول 4-0 ترى عادي الشوط الثاني يفوز الهلال 5-4. قلت ليش؟ قال حنا ما نضمن نادي الهلال. ما ادري،
فوش السر يعني اصلا؟ طيب خلينا بقول في شيء اسمه في مرة طلع أعظم مؤتمر أنا شفته في تاريخ كرة القدم. أنا ودنا أنا ما ودنا نطلع برا سياق المباراة، لكن جوزيه مورينو مرة طلع في مؤتمر مع مانشستر يونايتد تكلم عن الإرث الكروي. فعلا الإرث الكروي يؤثر على نتائج. لما تأخذ ريال مدريد مثلا يا أخي شيء في الملعب، تشوف قلوب الدفاع يا رجل هذول ما يلعبوا في القادسية، يعني قلب الدفاع راح للقادسية ناتشو، صح ولا لا؟ صحيح. وروديجر بس لاحظ انه الارث الكروي يعطيك ثقه ورود اعصاب، شيء غريب فعلا في كره القدم. هذا صحيح ولا لا؟ الهلال عنده ارث. وش معنى ارث؟ في ناس ما تعرف الارث وش معناه يا اخي. يا اخي لا وش معنى بسطه بس لي بجمله عشان نرجع لسياق الارث، اللي هو تراكمات السنين في عمليه تعطيك قيمه او تعطيك جوهر معين. الهلال لما ناخذ انه اخر السنوات، خلينا نقول من 2015 وانت طالع، لا كثير يسجل بعد الدقيقة 90. هذه مش عبث، انه التراكم هذا يعطي نتيجة سلسلة، فيعطيني تراكمات كثيرة. فالهلال الدقيقة 90 اعصاب اللاعبين الهلاليين اعصاب واثقة من نفسها يا اخي. حتى لو تذكر مباراة الهلال والعين، الهلال كان ممكن قادر انه يرجع بالمباراة، لكن مشكلة تراكماته في مباراة الذهاب اثرت عليه في الاياب. ولا هو نفسه مشكلة اللاعب الهلالي في الدقائق هذه هادي، قراره جيد، مؤمن، على الأقل عنده إيمان، جاء الهدف ولا جاء، بس إنه قراره جيد، هادي، أعصابه مش مشدودة، قراره جيد. لما يكون في تواصل بين الجهاز العصبي والعضلي أنت بتكون خارق في مستوى الدقائق 90. هذا اللي يشتغل عليه المدربين، كيف يكون في تواصل بين الجهاز العصبي والعضلي في آخر الدقائق، لأنه هذا الرابط راح تخسره عند في الدقيقة 90. فهذا السر، أنا أتمنى أنه ينتشر هذا المقطع. طيب أنا أعطيتكم سر في الدقيقة 90 وهدف متروفيتش، وانت يوم شفت الهدف أنت قلت يا أخي متروفيتش ذكي. أي ذكي يا أخوي؟ الدقيقة 90 ويلا طق الكرة بس واحتفل، وين الذكاء؟ شرحت لك أنا، اشرح لي الذكاء. شرحت لك أنا الهدف قبل لا نبدأ صح؟ إيه، وبي تشرح للمتابعين. طيب كيف متروفيتش ذكي على كلامك وفي هذه الدقيقة، وكيف استطاع نادي الهلال التسجيل؟ طيب لما تأخذ الهدف، لماذا مدرب النادي الأهلي حول الشكل إلى 5-4-1؟ وعجبني ترى ياسر في أغلب فترات المباراة يتدخل بشكل جيد، لكن ممكن الأداء ما تعطيه. لما أنا دخل قلب دفاع ثالث ولعب ظهير أيسر قلب دفاع، الهلال حيسجل علي بكرة رأسية، هذا لا شك فيه. ليش؟ لأنه الهلال متمرس على هذا الشيء. طيب أصلا لو لاحظ قلوب دفاع النادي الأهلي في كل المباراة كانوا متفوقين في الهوائيات على نادي الهلال، لكن مدرب الأهلي يبغى يقفل التفصيل الصغير ذي، فقام أشرك مع أنه الأهلي المدافعين الأهلاويين متفوقين في الهوائيات، لكن اللاعبين الهلاليين وخاصة اللاعب متروفيتش، لو تلاحظ في الهدف كانت ركنية صح؟ صحيح. متروفيتش ما كان بعد رقابة قلوب الدفاع كلهم، كل قلوب دفاع النادي الأهلي مبعد عنهم. لو تلاحظ في اللقطة ديميرال أعتقد مع حسان، اللاعب الأحمد كان مع سافيتش، كل لاعب في الأهلي ماخذ فرد من الهلال على مستوى الكرات الرأسية، متروفيتش اللقطة. وحتى تحس الأطوال مع بعضهم يعني. طيب. تنبكتي مثلا مع ديميرال، إيه طبعا، إيه سافيتش مثلا، إيه سافيتش مثلا مع إيبانيز، لكن متروفيتش أنت قلت شوف وين واقف قبل الركنية، خارج منطقة الجزاء، تخيل متروفيتش كان مبعد عن اللقطة. أصلا في أمر لحد اللاعبين إنه أنت بتطلع على متروفيتش، أنا أعتقد إنه ممكن ديميرال هو اللي دائما يقف مع متروفيتش. طيب في هذه اللقطة متروفيتش أصلا بعيد عني، خارج اللقطة خلاص أنا لازم أخذ لاعب ثاني، أخذت لاعب ثاني، لعبة الكرة ارتدت، أخذها اللاعب الهلالي، الآن تنتهي المهام لأن قاعدين نبص على الكرة، فتنتهي مهام الرقابة، انتهت الركنية، أخذها اللاعب سالم. متروفيتش لاحظ في اللقطة وين راح؟ راح على اللاعب اللي عنده قصة سيئة مع متروفيتش في المباراة السابقة، عبد الباسط هندي، الباسط اللي ارتقى فوقه متروفيتش، راح على عبد الباسط متروفيتش. وش السر؟ متروفيتش من اللاعبين، ليش دائما متروفيتش يرتقي على القائمة الثانية على الظهير؟ متروفيتش في القفص مو مرعب ترى، بس إنه ذكي. أي لاعب أنا أروح عليه في الكرة الهوائية عشان أنا يزيد فرصة نسبة إني أرتقي عليه، راح على عبد الباسط على طول،
وفكرة سالم ممتاز في التنفيذ. سجل الهلال الهدف مش صدفة، الهدف في فكرة من متروفيتش وفي تنفيذ جيد من سالم. هي مش كرة انك تلعب الكرة بالهواء ويلا واضرب الكرة، لا لا، بعضهم يقول دقيقة 90 ويلا بس هدف واحتفل، لكن الموضوع فيه سر، اي الموضوع فيه فكرة. ولما تلاحظ ان اغلب المدربين عارف ان الفكرة هذه، ودائما يحاولون المدربين خلينا نقول نقلص امكانية متروفيتش، لانه متروفيتش مش قوي بالرأسيات لكنه ذكي في الرأسيات. القوة جاءت بعد الذكاء. حلو. يعني هذا اللاعب، يعني لو خلينا نقول لولا ذكائه في الرأسيات لم يكن لاعب كرة قدم. والله تصريح يعني تصريح خطير. لا لا فعلا مرعب، ذكي هو، ذكي. شوف كيف اللقطة، أتمنى كل شخص يرجع للقطة ويلاحظ الكلام. تمام. هذا بالنسبة للشوط الثاني. في شيء بتضيفه؟ تفصيل جميل يا عاصم، والله يعطيك العافية. ننتقل الآن لركلات الترجيح. أغلب الجماهير لما يروح نادي الهلال ركلات الترجيح يقول خلاص منتهية بونو. بس في لا في حارس، يعني احنا لما نلاحظ انه مثلا الهلال ضد النصر من كان يقف في ركلات الترجيح؟ النصراوي وليد عبد الله، لكن الاهلاوي كان عنده ثقه في يقف لاعب مندي، عنده ارث، عنده يا اخي جايب لك دوري، جاب دوري ابطال اوروبا لتشيلسي وكان من العواميد الفقريه، فكانت خلينا نقول الترجيح 50-50. نتكلم عن منطق كره القدم، لكن اختيار اللاعبين اثر، لكن المنفذ الهلالي عنده ثقة أكثر. شوف كل منفذ هلالي كيف ينفذ الكرة. شوف المنفذ الأهلاوي صح أنه ضيع اللاعب الأهلاوي ركلة جزاء وتصدى لابون، اليوم جاء إبانيز لاحظ أنه أثرت عليه الركلة السابقة للاعب الأهلاوي. اللاعب الهلالي لو ضيع، حتى لو ضيع زميله هو يجي ويلعب ما في أي شيء. احنا نقول التحضير، وخلينا نقول جودة إنه المدرب الهلال اختار أفضل المنفذين للبدايات. بعض أحيان المدربين يختار المنفذين يبدأ بالتدرج من الأضعف إلى الأقوى، لكن الهلال حسم الركلات الترجيح بنتيجة قوية 4-1. ألف مبروك لنادي الهلال، الحظ أوفر لنادي الهلال، للنادي الأهلي. وينتظر، والهلال قاعد ينتظر الطرف الآخر للنهائي، من سيكون؟ النصر أم التعاون؟ الله يستر. عاد النصر الهلال والنصر، والنصر والهلال يصير مطحنة. يلا سؤال الحلقة، أبسأل سؤال للهلاليين، من نجم المباراة اليوم؟ من نجم المباراة؟ هل هو طبعا بونو، خلونا من بونو، من نجم المباراة اليوم؟ وقضية ميشيل، هل سيرحل ولودي؟ لودي هذا وش قصته مع الهلال؟ يعني أنا أشوف أنه بوادر لا ما عنده شيء يضيف، لأن اللاعب عنده مشكلة في شخصيته. يا الهلاليين إذا تبغون الدوري وتبغون الدوري أبطال آسيا وتقدموا شيء، يا أخي غيروا هذا اللاعب يا أخي، أنا أقول لكم. أنا سؤالي مختصر للأهلاوي. لا أنا أبغى سؤال قوي. ما سؤال مختصر. وش سبب خسارة النادي الأهلي؟ وش سبب خسارة النادي الأهلي؟ أبي الأهلاوي يدخل التعليقات ويكتب. اسرد لي ليش خسر النادي الأهلي وكانت في خلنا نقول 1-0 يعني بيده المباراة. بالضبط. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لك وشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وأتمنى أنكم تعذرون عن أي قصور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم.